تمام. طيب انا اول تجربه هعمل ايه بقى يا سيدي؟ هعمل كونكشن ازاي اوصل الموتور؟ توصيل زي دي بالظبط. هتلاقي عندك في ورقه رسمه انا رايي تشتغل عليه اسهل. اللي عندك ديت بحسها عارف كويس. تمام؟ يعني بس دي هتبقى متغطيه في الامتحان. هتبقى عارفها. يعني ما تحبش تخيل ان هو هيبقى موجود مغطينها مغطيين عليها ورق. هتبقى عارفها. يعني دي اسهل شويه من المرسوم عندي. تمام؟ انت شايف اللي عندك كويسه هما اتنين زي بعض بس يعني دي اسهل شويه في التعامل. تمام؟ الكونكشن زي ما هو مرسوم ده هتوصله مش اختراع خالص. يعني هتجيب مثلا ايه؟ يو واحد توصلها باف واحد. مش عارف زد واحد توصلها باف ثلاثه. زد اثنين توصلها بيو اثنين. بتربط بس الملفين مع بعض مع السويتش مش اكتر من كده. بتربط الملفين مع السويتش. السبلاي فين؟ السبلاي اهو على اف 2 ويو 2. السبلاي اهو الدخل بتاعه. تمام؟ طيب انا عايز اشوف شكل الطيارات بس، فانا احط اميتر في سكه الملف الاوكسيدمين واحط اميتر في سكه الاوكسيدر. تمام؟ احط اميتر هنا يو 1 اف 1 هنا في الحته دي. تمام؟ يو 1 اف 1 لحظه. بص يو واحد واف واحد دول مربوطين ببعض اللي هو طرف الملف وطرف السويتش. وهنا مربوطين على طول بسلك. انا هعمله ثرو اميتر عشان اقيس التيار اللي في المين. عشان اقيس التيار في المين احط اميتر في السكه هنا. وعشان اقيس التيار الاوكسيلري يا اما اربط اميتر هنا بين يو 2 او زد 2 او هنا بين اف 3 وزد 1. تمام؟ ما التيار سيريز. ركبت الاميتر هنا ركبته هنا مش كده. تمام؟ فانا هحط بس اثنين اميتر معايا في الدال. اميتر على المين واميتر على الاوكسيلري. اميتر المين هحطه فين زي ما مرسوم عندك في الورق ما بين اف 1 ويو 1. اميتر 2 هوصله هنا اف 3 وزد 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 1. تمام؟ اسهل توصيله بقى ايه؟ بص وصل الموتور الاول ابعد عن الصبايه خالص. انا بقول لك دي اسهل توصيله ليك. ابعد عن الموتور خالص وصل صبايه الاول. وصل صبايه الاول. وصل الموتور الاول. اشتغل على الموتور. انا اول حاجه هوصل يو 2 بزد 2. يو 2 مع زد 2 تحتها على طول. يو 2 مع اهم حاجه تاخد بالك عشان تعمل كده. تشرط الملف نفسه. يبقى انت كده عملت شورت على الملف. فرع في وشه. فاكر انت بتوصل كده. يو 2 مع زد 2. حلو. بعد كده يو 1 مع اف 1. ملف المين. تمام؟ بس هوصله ثرو اميتر. عن طريق اميتر. فانا هطلع من يو 1. بدل ما اطلع على طول على اف على اف 1 على طول هطلع على الاميتر الاول. من يو 1. على اميتر ومن اميتر راجع لاف 1. مش هعمل هقفلهم بس ثرو اميتر. ومن الاميتر راجع على اف 1. دي اف 1 يا سيدي. سوري اف كام؟ اه اف 1. دي اف 1 اصلا راجع عشان هنا بكام؟ يو 2 مع زد 2 سوري. يو 2 اه يو 2 تمام. ودي واحد اف 1 تحتها. يبقى انا طلعت من هنا نيو 1. حسب ما قايل كنت المفروض اروح لزد 1 على طول. اعمل شورت كده. اعملها في التجربه الثانيه. بس انا عملت شورت ثرو اميتر. انا هعمل يو 1 لاميتر ومن راجع الاميتر هروح على اف 1. تمام؟ نفس اللي عملته هنا هعمله مع ايه؟ مع زد 1 واف 3. انا هطلع من زد 1. زد 1 اهي. هروح لاميتر. هطلع من الاميتر على اف كام؟ 3. على اف 3 اللي هو ده. برضه نفس الكلام اهو. طلعت من زد 1. طلب اميتر من اميتر رجعت بدل ما كنت اخد شورت على طول كده وصلت ثرو اميتر بس مش تمام؟ خد لك طرفين كده وخلصت الموضوع. خد لك طرفين ايه الصابلون اف 2 ويو 2 اطلع بيهم الاول وبعد كده وصلت. اهي ادي اف 2 وادي يو 2 ادي يو 2 وادي اف 2 دول لاين ايا كان ترتيبها من لاين من يوتر مش عارف لانه اي سي اف 2 ويو 2 لاين تمام كده انا وصلت السنجل فيس. يبقى ده بتاع مين؟ اوكسيدر. غير الاوكسيدر ده بتاع مين؟ تيار المين. اللي هتلاحظه ايه بقى يا سيدي؟ تيار المين هيخبط ستارتنج ويرجع تاني. تيار الاوكسيدر هيخبط ستارت وينزل صفر. في ساعه تخرجوا. مين هيخبط ستارت طبعا الاوفر شوت بتاع الستارت الكارنت. ستارت الكارنت عالي وبعد كده يرجع ياخد الريتم بتاعه. انما ده هيخبط ستارت بعد كده ينزل صفر. اللي هو قام بعد كده خرج.
تمام؟ نلحق نلاحظه؟ اه خلاص. ما صار غير في السويتش ولا السويتش بتاع الثاني. السويتش هيكون على الحراره على الاقل. هو اول ما يحس بالحراره هيفصل. يتحكم في اي حاجه خالص. تمام؟ طيب وصلنا لايه 220 فولت بتاعنا. بص بقى يا سيدي ده تيار مين تيار الازاز. بص لحظه الستارت بص على ده وده لحظه الستارت صفر بص ثاني على ده لوحده خليك في ده ركز في ده بتاع الازاز خلاص ده فتح فنزل صفر. بص بقى تيار الايه الفيزا نفسه الرئيسي بقى خبط ورجع ايه ستارت وبعد كده رجع نزل الايه تيار النورمال بتاع الراجل تمام. طيب دي كانت اول تجربه لسه بتشتغل ريفرس. ازاي اعمل ريفرس بقى الحاره؟ اولا المطوطه بتدور ازاي؟ تعالى نشوف يلف بره كده عليك كده صح؟ يلف بره بص كده اه رحيلنا لسه هيبان في الاخر مع الفورم بتاع المسمار ده يلف بره اه طيب ازاي اعكس الحركه بقى دي؟ ازاي اعكس حركه السنجل فيز؟ عن طريق حاجتين تعكس الفيد طبيعي. اي عكس سنجل لموتور بيعتمد على الفيد هتعكس حركه الفيد عشان بس هناك هتعكس الفيد ازاي؟ عكس الستيت. هنا اعكسها ازاي؟ اعكس اتجاه الكرنت في اي فيزا من الاثنين. اعكس اتجاه الكرنت في اي فيزا من الاثنين. اعكس اتجاه الكرنت في المين او اعكس اتجاه الكرنت في الاوزان. طب ازاي اعكس اتجاه الكرنت؟ بص كده لو دي فيزا يو 1 يو 2 واتجاه الكرنت كده مثلا نقول ان هو بيلف كلوك وايز. لو عكست اتجاه الكرنت يلف كاونتر كلوك وايز. هتعملها ازاي دي؟ الطرفين الكويل. الله ينور عليك الطرفين الكويل. انت هتثبت الكرنت. بص على الاصل ده وبص على ده. يو 2 ويو 1 اتجاه الكرنت واحد بس عكست اطراف الفيزا. هو هنا كان ماشي من منين لفين؟ من يو 1 ليو 2 كده ماشي من منين لفين؟ يبقى ده وده دي زي ده. بدل ما اعكس الايه؟ بدل ما اعكس اتجاه الكرنت اعكس اطراف الفيزا. اعكسها ازاي؟ باي كونتاكتور. كونتاكتور ممكن يعكس اطراف الفيزا بسهوله يعني. تعمل كونتاكتور للاتجاه وكونتاكتور بيعكس اتجاه تاني. تمام؟ فسهله تعملها يعني. احنا قلنا بيلف من دمين بيلف لبره عليكم كده. لو مش شايفه من حالك بص بيلف لبره. نعكس المين. يلف الجو نرجع الميل اصلا. احنا قلنا ده اور ده نرجع الميل اصلا. نعكس الازازه طبعا دي سهله بس سهله بالكونتاكت مش سهله. طب بيلف البره الاصل بتاع الاصل. لما عكست ما احنا قلنا ده اور ده بيلف فين؟ بيلف لو عكست الاثنين يرجع لاصل يرجع لبره تمام؟ بتعكس مين؟ بتعكس دي طريقه صح؟ ولا دول طريقتين؟ هم طريقتين ده وده؟ اور ده في طريقه ثانيه ان هو يبدل مكان الكباستر بدل ما هو كان مع الانذار يدخله بس ساعتها الموتور بيبقى تلات مخارج مش اربعه. خلينا نتكلم على الاصل الطبيعي ان هو بيتعمل بشكل طبيعي تمام؟ ان انا اعكس عن طريق الفيزا بلاش عن طريق الكراسي. طيب دي كانت اول تجربه. الثانيه اللي هم الكونكشن ستارتنج كونكشن. تعالى ناخد قرايات بس بتاعت الستارتنج تمام؟ باشمهندس استمر ولا اقفل دي؟ لا هناخد قرايات بس خلاص وقف دلوقتي.